صباح الخير صبايا الشباب موظفات مغتربين. اليوم الوصفة كتير بسيطة، اسمها نحن الحلبية نسميها مسقعات البلد. اللي بيحب تحضير الوصفة خصوصا الموظفات، الطالبات، الطلاب، الشباب، المغتربين اللي عندهم وظيفة، كلهم بيحبوا تحضير الوصفة. قبل ما تناموا ننقع رز سان وايت، مي من الحنفية، مي عادية بدون غسل رز، مجرد وضعنا مع ملح، نضعه على جنب خارج البراد طبعا. هيك بتاخدي تعقيم تمدد للرز وبيطرح النشا منه. تاني يوم مجرد بتكبي المي صبايا، بس بتكبوا المي بتتابعوا عملية الاستواء. بندورة صبايا منغلي مي ومنجيب البندورة، بعد ما منغلي المي منطفي النار عنا ومنضع البندورة كما هي بقشرتها، منتركها لمدة بسيطة قصيرة لمدة نص ساعة ساعة، بعدين بتقشريها بكل سهولة، تزلط معك القشرة بكل سهولة، بتتقشر وتفرميها خشن. اللحمة بعطيكي فكرة عن أنواع اللحم، هي كبابي من ديرة دورين، في لحمة خشنة من ديرة دور واحد هاي دي، وفي عنا راس العصفور، وفي لحمة بشر متلمة تكتين بالسكين ومبشورة بشر، وفي نوع للشاورما، وفي طبعا لحمة شقف حسب الحجم اللي بتحبي. فرمنا بصلتين كبار فرم عادي مو ناعم عادي، دبلنا البصل الأول لوصل لهالمرحلة صبايا، نحط رشة ملح معه، بمعلقتين زيت بالبداية، وممكن تلعبي بالدسم، بتحبي سمن بتحبي دهن، رح تاخدي الأطيب. بس وصلنا لهالمرحلة منطب اللحم ومنقلبه لناخد لون مو بني غامق، خلينا ما نجور على اللحمة، نخليها رطبة ونحافظ على قوام هالصوص اللي طرحته اللحمة، هي اللي بتعطي الطعم الأطيب للطبخ. بعدين بعد ما نوصل للون البني، رح ناخد بهار حلبي، هذا هو البهار صبايا، نزلت مقاديره، بتاخدي المكونات 7 خلطات وبتطحنيهم، اعملي طازج افضل بكتير. اخذنا هذا البهار، اخذنا البهار الابيض، هذا هو البهار الابيض، لا تكتري منه لانه لازق وفيه حدودية، نستعمله كتير للدجاج وللسمك لانه ما بيأثر على لون الوصفة. وما بدنا ننسى المكعب الماجي، بيعطينا الطعم الأطيب. هنحركهم لناخذ لون بني فاهي. نحن عم نتابع استواء اللحم على جنب، منحط معلقتين زيت، سمنة، دهنة، اختاري الدسم اللي بدك اياه. منحمي الزيت على جنب، قرنين فليفلة المحار او حلو حسب الذوق الشخصي. بدي احطهم اقليهم، هاي اللي بدها تعطينا الطعم الاطيب. تقليل نحن 3 روس غاز، ما هيك؟ نحن عم نحمر الفليفلة، منحط معلقتين زيت. فرضنا بدك تعملي نص كوب شعيرية، بتحطي مقابيله نص كوب ماء ساخن، منحمصه، كاسة رز صن وايت مقابيله كاسة وربع ماء ساخن. صبايا وصلنا للون هالفليفلة، هذا اللون اللي بدنا اياه، ناخد حفنة صنوبر، بس بدك بدون صنوبر انتي حرة، هذا ذوق شخصي. هون بتعطينا الطعم الأطيب مو بوجود الصنوبر، بوجود الفلفل، وبدنا نشعل أرجيله. بس أخذنا الصنوبر لون ذهبي كاشف، أخذنا المطلوب على جنب. عم نسخن مي للرز، كل كاسة ماء كل كاسة رز بوازيها كاسة وربع ماء ساخن، والشعيرية نص كوب رز، بتحطي نص كوب ماء، ربع كوب رز
ربع كوب مقلية وسخنا المي، وهون اللحمة وصلت للمطلوب. هلأ بدنا نحط المي فوق الشعيرية عم تغلي، بس غلت المي راح نكب ماء الرز هذا مجرد فقط تصفيه الماء. شوفي ما احلى الرز شلون اخذ تمدد وبنفس الوقت تعقم، ما في داعي نفرفحه ونلعب فيه بايدينا. راح اطبه فوق الماء بس تغلي، لسه ما غلت، هي غلقتها بديت تغلي خلاص. تحريك بالمعلقة وتظبيط الملح بس ملح. هون وصلنا للمطلوب، اللحم بهالشكل. شايف الصوص شلون بزل؟ جربوا صبايا لما نحط البندورة، صبايا في اجتهاد شخصي، تحطي اذا البندورة كتير كاشفة تحطي معلقة دبس بندورة، بس شوحيها مع اللحم قبل وضع البندورة تعطيكي لون جميل. زوجي ما بيحب بهالطبخة تحديدا طعم دبس البندورة ابدا، هو الاطيب بصراحة. اول 5 دقائق بالنسبه للرز ما منغطيه، بعد 5 دقائق راح نغطيه. يا غلا الرز قلنا بعد 5 دقائق ناخذ نصف الدسم اللي بدنا نحطه اللي هو سمن. عم بيسالوا الصبايا شو هذا السمن الاصفر والسمن الابيض. السمن الاصفر هو سمن فار محضر بالمعامل، بنحطه بهالطريقه صبايا، ما في داعي للتحريك نهائي، ممنوع تحريك الرز. منغطيه. والسمن العربي هذا هو اللي هو بتحضر بشكل يدوي غير مهدرج، تمام صبايا؟ واللي بيقول لي السمن الطبيعي وقت تاخذيه بشكل متوازن انه بيعمل لك كوليسترول او شحوم، هذا غلط، بيجي من الزيوت والمؤكسدة، الزيت اللي تقلي فيه مرارا وتكرارا. شايفه شلون بيفور صبايا؟ انا بدي اوطي النار، هذا اللي بدي اوصل لك. طبختنا عم تتعقد لناخذ اللون الاجمل. جربوها صبايا، طبعا غير طبخه نفسها تماما، بس جيبوا كليين كوسه واعملوهم محشي واطبخوهم فيها من اطعم ما يكون. طبختين بوعاء واحد، محشي جنبه غمسة بتتاكل مع الخبز وفعلا بتتاكل بالعشرات، اسمها كل الحلبية معروفين ومشهورين أكلات العب بعب. مثلا كوسة محشي بقلب الفاصولية بقلب البندورة، مسقعة القرق محشي القرق بالبامي. المهم خلينا نتابع رزنا. بدنا نوطي النار للأخير، شمعة. حتى هلأ أنا بدأ أنقله على الراس الأصغر. إيش بدأ أعمل هلأ؟ بدي أجيب معلقة سمن عربي صغيرة أحضرها، لسه فيه رطوبة صبايا، بدأ أغطيه، أرجع أغطيه وبدأ أحضر معلقة سمن عربي حسب الكمية. كمية كبيرة تحطي معلقة ونص كبار. من حين لآخر عم نتابع طبختنا، خلينا نشوف. وصلنا للمطلوب صبايا، منحط دور السمن العربي بهالطريقة، مندحرج السمنة على السطح وبنفس الوقت منتحسس هيك. هذا المطلوب اخذناه، هلا منطفي بعد ما مندحرج بهالطريقه، منطفي على الرز ونتركه
خمس دقائق سبع. بالأرجيلة وصلنا للمطلوب. بدي أخذ أفحم فقط كمية هدول. بتحبي جزء من اللحم تاخديه بهالطريقة صبايا؟ بهالطريقة. وباخذ جزء مو الكل الصبايا بهالطريقة بس. صراحة أنا نسيت باخذ بس لحم، جزء من اللحم بدخنه بهالطريقة صبايا وبتركها لمدة 10 دقائق لتروح هالدخنة. أخذنا تدخين للمزيج. خلصنا الصبايا، ريحنا الرز. خلينا نقرب الكاميرا عليه بهالطريقة. تحركي صبايا، خلصت طبختنا. حبيتي تتركيها بهالطريقة، تتركيها، حبيتي تحطيها بالفرن شوي، بتحطيها لتلدوعيها بهالشكل هذا. نقدر لناخذ الطعم الأطيب صبايا بس هيك. وهي سخنة سمن عربي، نحن قلنا إنه بدنا لمعة، بدنا طعمة طيبة، بدنا ريحة زكية وتفكريها كلياتها مطبوخة بالسمن العربي. هاي اللي دخلناها، شلنا الفحمة. صبايا طيب، طبختوا انتو الرز فرضنا قبل وبرد، تمام؟ ما رح يصير له شيء ابدا. صبايا انا هون المفروض بعد ما اقلي اللحم والبصل ارفع من اللحمة والبصل واخلطه مع هالخلطة، بس مو عم بصور ان عبطت طبيت البندورة عليها، مشان هيك اخذت بعد ما تعقدت شوي اخذت جزء منها. ما بدي اياها، بدي طعمة مميزة بالتدخين. بحط بهالطريقة. هي لحمة بتتصوروها انه هاي لحمة ماي بندورة، وفلفل وصنوبر إلنا ذوق شخصي صبايا. هاي هي اللي ما تسبكت على الغاز. بالنهاية مثل ما قلنا بتحرقيها بس من فوق. شعلي النار وبتحرقيها من فوق. بنقدر اعتبري هذا بس لحمة وفلفل، بنحطها بهالطريقة. واخذنا المطلوب. ما بدنا ننسى البهار الحلبي. طيب الرز برد انا عندي طبخته لانه مو سبق فرضنا صبايا. سخنته بالميكروويف حتى طبخي لمدة يومين، ما بتفرق معي ابدا. وبدنا نذكر نتغلب على بعض الاخطاء. فرضنا الشعيرية بزلت معك، انت طبختي الرز بطريقة جيدة جدا وناجحة. مجرد ما تخلطي، بالنهاية تحريك وانت عم تطبخي الرز ممنوع. بعد ما تريحيه تماما ووضعنا لنا معلقة السمن العربي، تقدري تحركي الشعيرية والرز بكل سهولة. معلش انا لابسه كفوف. تاخدي رز مفلفل ومتجانس مع الشعيرية، يعني لا يعتبر هذا فشل، تمام صبايا؟ بتحركي الشعيرية مع الرز إذا شفتي فصلة شوي. هذا بسبب لأنه بالبداية لازم نعمل تحريكة بسيطة للرز والشعيرية بالبداية. بأول ما منحط الشعيرية والمي والرز منحركهم مزبوط، منخلطهم مع بعضهم. بعدين فرضنا صار معك هيك، انت مستعجلة، بتصير معي ومعك مع اي انسان، لا يعتبر فشل. مجرد بعد ما تطبخ الرز نهائي وتريحيه تماما، حركيه بالمعلقة بيتجانسوا مع بعضهم وبتاخدي الاطيب. من جروب مطبخ دلال حناوي للمبتدئات، خطوة خطوة. واهلا وسهلا فيكي صبية، ما تخافي الرز تاني يوم سخنيه على الميكروويف بتاخدي من اطعم ما لكم.